يتجدد اليوم لقاؤنا السنوي، ومعه تتجدد سعادتي وفخري بلقاء عظيمات مصر، العظيمات في القوة وفي الحكمة وفي الصبر وفي التضحية وفي عشق الوطن وفي حفظ هويته وأصالته. خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية، أقول لكل سيدة وفتاة، لكل أم وزوجة وابنة، كل عام وأنتم مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتم صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة، كل عام وأنت مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة.